عايشون ومحاين هتعداد مستقبل في ديكم لا حد يجور عليكم ولا يعيدكم من ميقات كبار مصطف كونوا متحدين اتهبوش النار وخف المنبسين حتى تلام الليل بالفرح والنهار حلمنا حلم جميل وتحقق بالإصرار يا نبرك هاليوم ليه يا سيدي الأستاذة ما هيش جاية لا اليوم ولا غدوة خذيت كونجي وعليش خذيت كونجي عاد اسأل اللي تعمتها الزريقة على السعد يعطيني قصة في لساني خويا سامحني ليه لباس إن شاء الله بعد غدوة تلقاها الأستاذة يا فيلمي درصاف هاني نسمع فيك انت يا وخيتي سمعت الهدرة الكل امشي فوح عاد مني نعرفك يا باقي اش نردك كستروت كفتاجي بعضول كافي حسن بلوشي واه وفش قام هو عرفك ينفق عليا اصبر هزلو فلوس سامحني عندي تعليمات لا ناخذ فلوس ولا نرجع كستروت قال لي هز كستروت هذايا لكن مغبونه اللي تاخذ خويا بربي هكا قال لك عليا هك ما تعرفش كيفاش قل له وصل وقل له سميره بطلت منه اخوك وماهيش مستعده باش تهز القفيف للحبوسات اوكي اوكي الو مكتب الاستاذه ملك بن عثمان تفضل شكون بهجة؟ انتي اللي كنت تتعارك مع ملاك على الولايد متاع الليسي بيسير عرفتك وهي يا مدام فش قام هالكلام شبيهم مرايتي يكفر خيرك يلا لبس عليها الأستاذة اصبر شويه توكي تجي نقولها تحرس لك في الطليق في ليمي سالو كلهم يغزلوا على مريتي بابا بابا ملا محمسة ملا بنا يا نانا بابا ولا القديد وانت زادة مخشنك يا نانا إليه الحق والله ظاهر على خشني بالله يزيني تاني وليت جلد على عظم ولدي صحة فرحة اللي نجم يأكل تعلم يا سماحة تعلم باش نهار آخر ما يفسعش بيك راجلك يا حسرة عليك شكون قال لك باش ناخو راجل ديه في كرش وكيفك أما فريمون نانا يعطيك الصحة ما انا قديت في المحمسه ما انا مرقيز سنه هذا بنو ليه مرقيز مسارني هذاك واش قعد فيه مرقيز العيد يا بنيتي ما تعديش شهر حتى الحسو قاع زير بسم الله العظيم هذيك نجوه عمتك ربي يفرحها بوليديتها لكن نهار جابت لي ذيبسه يا بربي قولها عمتي تعطيني الرسيت اما بلي كل يزبل هدره قلت لك لها تعطيني الرسيت احنا في دارنا ما ننقلوش الطيب على الكتبة اللي طيب على الكتبة يزمو يقرأ ويعرف ويفهم اللي يقرأ وخيتي يا غالب احنا ما نعرفوش نقرأ أما اللي يعجبك فينا مكنتنا لا تشد ولا تشيت والناس الكل يأكلوا صباحهم وراه أوه هالبرودو مامستو ما تحشمش تقول لك كيكة البرودو هذيك طيبته مامي كانت ما زلت توا كرشك توجع فيك أنا توا حمدول هلا بيت هات لهوني مرمزك منين لباس وانتي نهار الكل ساكي في بيت الراحة ماما
هيت هيت نمتي ايتها الجماهير النصر لعشت نانا. شبيك قمت تذن انت؟ قولوا بسكيت وما زيدوش تهبلوني. سماح مدلي شوية عجة. حطنتي ماما ما عندكش الحق تاكل عجة. سمعتك قبيلة ترد. قسم على الله ما هالبرود. الله يسامح اللي كان سبب برشا. طب خاطركم لو كان موت سلعيكم راكم تاكلوا في المحامص ولا عجش. توا شنو يا خديجة تحبني نقول فيها هو؟ يقول هو. اشكون شدك؟ بجيك كانك شايف يا خويا. خويا حسن شنو هي المنيو اليوم؟ كان لي كنتي عندي كل خير. تفاف قريصه كراع دجاجه. امان امان خوك الرمبه رديته بقاري؟ حاشاه البقاري رمبه اقصد ربي خير. ما نمشيش الا ما تفهمني علاش خويا ما نجيش حتى بقاري ترى؟ على خاطر البقاري ما عندوش انتونه السفش. معناها عارف يقصد انت بي هو انا ومنظرات بكمه وفهمتها. صاحبوه اخرج لي لهنا تو نوريك البهايم اش يعملوا فيك انت وفي عرفك. رمبا توجه ولا تو نوكلك قطه المعدنوس اللي شددها. انا ما نحبش الشميتي يخفوا قدام حانوتي. نعرفك متشمت في لطفي. لوين تشمت فيه خوك لطفي؟ يلا غالب نحبها سميره يا اخوي. وخوك لا حب يتمم العرس لا خلى الطفله تستحسن وهاو كمل تخلى لدار الزمانه. الله اعلم وقتاش يخرج منها يا بابا. الحي يروح يا رمبا والاستاذه ربي يفضلها باذن الله. باذن الله لازم تخرج وقتي وتو اختار بين حاجتي يا تمشي ولا تو نزيدك للتسطيره. ما تتعبش روحك هاني ماشي. اما خويا قبل ما نمشي قريتها قطة المعدنوس محلاها هذيك هذيك انا تو طالع بها ديريكت لسميره باش نخطبها. اذا كان حضره جنابك ما عندكش مانع يا عمري. اسمع كان قبلتك بحشيشك صح عليك وجمو فو عليك وعليها. ادخل. صباح خير سمورتي. رمبا شم جايبك يا اخي؟ ما شعبتش منك الريحه نتاعك النهار اللي عطاها لك لطفي وقت اللي جيتني لهوني. والاستاذه ما تحبش شكون يجيني هوني من غير خدمه. اي اخرج عاد اخرج برا على روحك عاد. الاستاذه مريضه وهكا في دارها وانا لازم نحكي معاك. هاوك رجع لعمايله لطفي نتاعك. ما يهمنيش انا بطلت منه لطفي. لو كان جاي عامل مني راس مال راهو بطل السرقه والترافيك. هيا تعرفش كيفاش اخرج عليا ومن غير ما ترود. برع برع عيش خويا هذاك حسن الكسكرو تيجي راهو يجرد في عينيه مش ايش يوصل لحكايه لخوه وترسي لي هنا في مشكله وقال وقيل في الحومه. ايش يهمك فيه حسن انت اخي؟ ماكش قلت لي بطلت منه لطفي؟ جد عليك نكذب على روحي ما نجمش ننساه. صعيب ياسر كيفاه باش ننساه؟ كيفاش باش نجم نخرجه من مخي ومن عقلي ومن قلبي ومن حياتي؟ صعيب برشا صعيب ياسر. طيب سالوغ لقيتها سبلة انت يا اسمع اسمعني ويزي من حس فك عليك من لطفي. خذني انا مستور ولطفي ترفر. اللهم اذا كان ضرب ضربه انا نخدم نبيع ونشري ندبر في راسي في الشنوة والتايوان والدولابات. لطفي متاعك يسرق ويتفتف ويخلع وعرى الخلق الكل.
لقاو عنده الزطلة جملة. بتيتر عنده الزطلة، أما أنا نحبه وإنتي شليغمك خايبين خايبين. أتون حجمهم شليغمي، فك عليك من لطفي وخوذني أنا ونرتحك من غبرة الدوسيات متاع الأفوكاتية ونوكلك الكروفات يا ماما ونزيد لبسك الحرير وانتي عادة تجيب لي صغار نحوسوا بهم في دحدح ونحوسوا بهم إن شاء الله حتى في قطع الرقبة. تشد في كلمتك وش الغومة الرمبة؟ ماما تحبهمش عادة شليغمي. مي لا تعرفش كيفاش اليوم قبل غدوة اتكلم الأستاذة على خاطر أنا نعتبرها كيما أختي ونهز نقدمك العمتي في بيجة ومن بعد نمشي وانا وياك السوسة تخطبني من عند بابا والشهر الجاي نعرسو. أوكي من اليوم ما عاش حبك تعيط لي الرومبا على خاطر أنا اسمي لعيفة الزعروري بالسوري إيفا زروري. أمان بربي يفرحك الرومبا هي. مامي ديما برودو بربي عليه. شوية صبر، اليوم باش نعطيكم معجون تفاح وجريرتين خبز مشوي. أنا نحب شربة موزوزة، سينون باش نعمل إضراب جوع ونموت بوغ دو بون. الطبيب قال كان صبحنا لاباس بشوية بشوية نزيدكم حويجات خفاف. تريف دجاج البرودو مثلا. ما تزيدش وما تزيدش، المغاب نعدهم ولاو يقاقيو. ولله فجعتني نسخايلك راقدة. راقدة راقدة. أما ودنايا ما يرخدوش. يا أخي قلت لبابا لي احنا مرضنا، كان يسمع باش مرضنا، أنا ما يهبط من فرنسا ويفرجكم. آه بربي يخبروا، خليه يهبط ويفرجنا الخنار. ناشد عليكم هو لا يعرفكم موتة ولا حيين. يزي، يزي يا لزينب، لازم كل يوم تفكرهم في بوهم. ما فكرتهمش. هما تفكروه يا لخديجة وحدهم. هو ذهب، وإحنا فهمنا باش نكبروا الغشاشر. ونعاونوا هالمراب بنت لص للمكافحة وما نقعدوش كل يوم نجدوا المخبل في كبة. أنا هاني مشي القهوة على روحي وانتم انصبوا ترايح كيف العادة. لا عندي طرح ولا نصب تراح، أنا رجع لخدمتي. بربي يقعد عمي، أكل مغبونة سميرة جاي ليلة واحد باش يخطبها وهي حسبتك كيفوها. أمان أمي توا خارجة في القويل ومخليتني في هالحالة مرض وشقاء. لبس عليك تحمد ربي وتشكره في وسط أهلك وماليك. وسع بالك يلا زينب وكمل كونجيك في عقلك. يا أخي مش كنت تشكر أنت توا. توا قل لي كيفاش تحب هالمشطة؟ كيكا سافا كيكا شنيقصوا. لطفي يحبوا هكا مسيب على كتافي. وح سميرة فيق على روحك، لقيت لك حواجبك تفكرت لي لطفي، عملت لك الفيغني قلت لي اللون ما يعجبش لطفي. يا اخي شكون جاي يخطب اليوم، لطفي ولا الرمبا؟ ما نعرفش على كيتهم انا، اللي معامل عليه ترقى من سيرق ولا غباء. سميح تحس في روحي مخنوقه ومسارني تغرود وعدني شدتني شاقت لبكي من الغلبه. اسمعني سميره، ابكي كان باش تبكي، كان مسارنك تغرط هاي كتواليت، ما قعدش نعود لك في المشطة كل مرة. تعرفش كيفاش ايش قولك لو كان نعملو شعري كعكة ونهبط سوالف كيما نجلة بنت عمتي نبيها في عرسها. لي 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 ولا فك عليا، مبركها عليها مشطة يمكنش يخذوها بالنفس، ما قعدتش شهرين مع الراجل وطلقوا بالسوات والفضايح. مشطة الكعكة بعمرهم ما ياخذوا عليها بالنفس على خاطر خايبة. كي نبدا نكلم فيك اسمعني. هاني نسمع فيك وما تعمليش كيما امك، كل مرة تسيب لي رفال متاع اوامر حتى لين تمهمشني وتذهب لي شيرتي. بيه دول الاوامر نعطيهم لك بالواحد بالواحد. انا راني جعت، شنو عشيكم الليله؟ عشينا برودو. يا اخي ما في بالكش بغلبه الانتوكسيكاسيون اليمونتير؟ توا نهاري الكل عايشين على البرودو بلاش الحم. كان انا ونانا وحمزه نبي دي قلبي سل، دوك يجي العروس ناكل كعبه حلو.
باش نمشي لحسن يعمل لي كسكروت كفتيجي سيب. بس غادي زي بلعبين الجيبوعة هذي. مسيكم بالخير. مسيك عارفي حسن يرحم والدي بعطيكم هذي. مروان نحيدك صاحبي جاني هوني. شنو الطبق اللي جايبهولي؟ مات نميرة عملت لي تليفون قالت لي جيب لي كاس تروت كفتاجي خاطر انتم عشاكم برودو. يا اخي انا قلت لعارف حسن يا اخي عارف يقدر يصير مليك. الله يدبد بك يا سميرة برا امشي هز عليا الصفاء. ها عارف حسن جاي تفضل عارف اتناقش معاه استاذ راهو مسكين حنين ويعمل في الخير ويصدق. بعثتك بقصة على سيدي بالحسن باش تقول صدق يا ربي برا مشي نفخ الحمص تاع البلا بغدو برا مشي غدو حد عارف امشي قلت بربي سامحوني مسيكم بالخير. صاحبي قال اللي انت بعثت الصينيه لسميره خاطرها جيعانه خليها غاديك حتى تكمل تبرقيش ما عندنا حتى حد اخر جيعان يا حسن. سي با فري كلنا جيعانين. انا باش نمشي نعيط لسميره تتعشى وناكل معاها القدمه. سميرة سميرة قوم سنية قد المية جبالك أحسن. يا زعم الجيب كفتيجي ولا لبليبي شهية قرون فلفل مقليم. أوه مسكين الرمبة اللي بشي يخذك وانت يخرج من هوني ما فماش ماكلة تو باش بدلها حوايجها ولا بس عروبة يعني نستنى بدلها لفيسة حوايجها يعني نستنى اخرج باش ننزل حوايجها بالعربي ما نحبش تذكورها هوني. ماني سفكرنا ولا جيعان وقال لك غادي كسيني نتاع سميرة ما تبسوهيش. تي اخرج مرمزك اخرج ما كاينش لو نقول ماما. امان سميح ناكل قدمة صغيرة ونرجع نلبس فقط غادي هبلتني حلبس وبعد خوزق. سي لطفي في بالي بيه في ايطاليا يشري في روبة العرس لسميرة هو ظرنته جمع في قلبه البارح من سمعت والله تعبني في شرطه. هي بكلكم رضوا سبحان الله لازم كليتوا حاجه بالعظم الحارم. ليه يا سي حسن العظم حارم لا حتى شيء كليوا الكيك المصوف على الصبيح ما جيتهم العشيه الى ما دارت بهم غلبه ولا وجفوا ردي. هي عاد فكيتش من شقلله الكيك المصوف ولا على خاطر زين بروحت. اما ريحة تقتل وعدني باش ندوق. اي كيني ريحة تكون شي ريحة بوزلوف. يرحم فمك روس علي نشات عربي ولاد السنة بربي يا أستاذة وريني هالطبيب اللي قال لك روس المصليلة أنا مستعد نقنعه بجميع الوسائل. ملاك يظهر لي اللي بكلنا برينا الحمد لله ما نكونش على كيفكم انا مانيش مسؤوله علي باش يجرى لكم. ستوب تدي الكوليسترول مبدح بحالتك. انا والله ما عاد يهمني تو في الكوليسترول يا غلبه قلبي تسل وحاجه اخرى نخذ حتى بخاطر الراجل حتى على تعبه عيب. الله انت في بالك الشرطه ضبطوا زطله عند لطفي خوك منك نسمع انا اللي خلوني قابله واللي عرفت علاش شدوه وانت شو خالك اللي شادوا عنده زاتله؟ الرنبة قال سميرة الرنبة صفش تصدق وذاك ما تعرفوا مغيرهم لطفي على خطر سميرة الطفلة فرطت منه الليلة جاي باش يخطبني فيها وهي موافقة. سحري الكلب الليلة ما نعمل بيه سوي سبق ما تعمل بيه حتى شيء. انا حكاية الرنبة ما هيش داخلة مخي منين ليه يبدأ انت خوه ما يقولولك حتى شيء وهو يقولوله. خليني ساعة نمشي نشوف الحكاية شنية وانتي امشي روح لدارك ريض روحك ومن بعد تنعمل لك تليفون. ان شاء الله مبروك يعيش يا كبيري يعيش ايا ان شاء الله بدو بتمام يعيش رمبا استنى ينور ينور يا مغيار قل لي عاد شنية المنيو الليلة شوي اخر المنيو بعد ما تخطب سميرة نعمل كفتاجي بالكبدة بتاعك يا باندي امانك عاد
سايس عليها الكبده ديليكاتو ياسر ياسر. وما تنساش خويا حسونه تعمل لها على السيره قارس بلدي يا بلدي. شنو هو؟ فنشتوا بروس المصلية عادوا حلو بورقة مرة أخرى في رويحكم. أخزر الطفلية تلاوح يا خايتي. نانا ما نخرف لي خناض أمك اللي كليتها. قم علي قالي خرف لك. برا شوف شكون. برا شوف شكون. شنية زنزانة يا خاي نحس في مخي فرزت بالعمل. هذا بالك شي سير رمبة. هو ملاك لتو ما جات. قوم 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 برجع الباب. يقوم وبقريقة. بابا الحبيب أمي خدلج. شنو هي حوالك؟ أي مسيكم بالخير. أي إيه مسيك وليدي. قداش عندي عدين على هذي خدلج. بابا الحبيب أخي وين هي العروسة؟ أنت شحاجتك بيها؟ يا اخي جاي الناس هو ماليها باش تخطبها منه ولا جاي تلهلق على عروسه؟ رتع فخار ربي ساعه. قوم طيب قهوه للرمبة. بابا الحبيب مش لازم القهوه، انا نحب نتمم ونقرط. تقرط يا اخي محضرين لك تبن باش تقرطوا الصوف تطبيع برزانه. امي خدلش. نعم. ويني الاستاذه يا اخي؟ لباسمك الكريمه الفازه اللي كليتها يا شومي فزد والله عملك ان شاء الله. حتى منك انت خديت فيا باية. شكون قالك عليها الكريمة الفاسدة؟ حتى انت يا امي خدلج اربط الكل سمع بها الحكاية. ثم اللي قال مؤامرة يحبوا يختاروا الاستاذة، قالك على خاطر ناشطة في الحقوقية. يعطيك والله الدنيا. يا ناري عليك يا ناري عليك يا سميرة يا بنيتي، وعلى مغرفتك شهزت يا ناري. اقهو. البلاد كلها عرفت اش صار بالضبط. لا تجتمع الأمة على ضلال. كيفاش تحبها قهوتك سي ترمبة؟ أحلوة أحلوة. كيفك أنت يا أم خدلج؟ ما ناخذوش الرمبة، ناخذ الرمبة. ما ناخذش الرمبة، ناخذ الرمبة. أوه على السعدي. أوه يا ربي ما نحبش ناخذ الرمبة. بيه ما ناخذوش، ناخذو ما ناخذوش، ناخذو ما ناخذوش. خير هكا خير واحسن. اي فوالا. يا ربي يا ربي كيف ما ناخذوش. مو توترينو يا يزفر وعائلة الأستاذة يقولوا لي جيبوها. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ايش عملت يا ربي؟ انا راني نحب لطفي. واه 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 يا غلبتك يا سميره. انا مشيت نتعشى من هوني وانت حليت في روحك شانتي من هوني. بالعكس الساعه عجبني ستيل هان توندونس وميتال بروغريسيف. وراسك يا سموره وراسك ما نحفل لك الجو الليل. علاش بدلت هالمصه اللي عملتها لك؟ مش قلت المشطة هذي عملتها بنت عمتك ولا شكوني وطلعت مشوم عليها يا اخي طلقتها؟ شميتة عملت المشطة هذي بالعاني باش تطلع مشوم عليا ونطلق الرمبة ونقعد نستنى لطفي حتى لين يخرج بالحبس. ليكون فيك. ايا قوم قوم تو او كسي رمبة قاعد في صالة يقلب في عينيه. رمبة تنجمش تقولي عايش ولدي اشنية مهنتك بالضبط على خاطر ما فهمتهاش. اندفير بابا الحبيب، كل شيء فيه دولاب يدور ويجيب الفلوس خوك يدخل فيه. شارية من هنا بيعة من غادي، خذارة صابة متاع ثوم، بالات متاع فريب، واحد قز باب ربي لإيطاليا كلندو. احنا ديما موجودين. ربي يكون في عون هالمغبونة. تهنوا عليها الطفلة سميرة. عندي ضريبة كانت تخطفلي واللي خلقكم وراس جدي العيفة. أول زيارة بعد العرس سميرة باش يجيبها لكم في وحي دبورش كاين. شنو هي؟ كاين كان مكان وخيان. هذيك هي عم الحبيب. اتنسيون اتنسيون نانا زغرت. ايه انا نسيت وصغاريت ما عادش عندي لي حلق. الاولاد 3 4
شومي البنيه بكري كي كانوا يجوا يخطبوها ما تعريش وجهها، وانت هكا تخلطوني يا بنيتي زغرت ارزن شويه يا خيتي. والله يا نانا زغرت من الغزوله. Treat me so mean, you're the most a woman that I've never seen. I guess if you say so, I have to cut the things and go. That's right, it's a road jack, but you come back no more, no more, no more, no more. It's a road jack, don't you come back no more. What you say? It's a road jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. يا حمزة تيسي بسلسلة وين هي الأستاذ اللي باش نخطبك منها؟ مازال عندنا أبوك في سوسة وعمتك في بيجا وندرا شكون في دزاير. على الخطوة هذه يحب لي اليوم القيامة باش نخطبك. تسمع ليا ولا لا؟ إيه أوه سي رمبا وين ماشي؟ تخايب روحك في بطحة وما تسيحش على سمورة. حمزة ما تدخلش روحك سمعت؟ باهي عيش ولدي يبرد دمك يا سي العرعاري. الزعفراني العيفة الزعروري يا بابا الحبيب، العيفة الزعروري، تعرفوا الزعرور الأصفر؟ نعرف هذاك هو. نعرفه يا سيدي نعرفه. باهي يا سيدي تشرفنا. قبيلة وقت اللي سميح تمشت لي في شعري خذتني عيني يا أخي، حلمت ب حلمت بلطفي. قال لي يا سميرة رد بيلك، رد بيلك تعمل هالعملة توا نخرج من الحبس وناخذك وين من ميتي يتحقوا. هتو نوريك في سيخ على رجال كيفاش يا ودي صدق عني فان اهدى اهدى تشنية هالليلة يا سميرة يا عيسى وليني سعروري وماني يسالش أستاذة وخيتي كي جيت مخ كي جيت بكري راهو سي العرعوري يخطبني منك وتسكر علي النديف. يا بنتي العيفة الزعروري. سي العيفة الزعروري اشني انت زاد جاي تخطب؟ لا انا جاي باش نوقف اقتحام منزل خاص وإهام بجريمة. الأسبوع الفارط دخلت لدار لطفي الداودي ليلا وحطيت له فيها مخدرات باش تورطه. ما صار السيد المفتش لطفي يكذب عليكم باش يفك لي سميرة. انت كذاب وطارت عينك من انت صدقت من انت صدقت. سميرة وقت اللي مشيت لطفي في الإيقاف لقيت اللي التحريات المتعلقة بالقضية متاعه تمت. الشرطة كانت تتبع في مروج خطير وألقت عليه القبض، وفي اعترافاته قال اللي هو على علاقة بسير رومبا وفي باله اللي هو يحب يورط لطفي وهو اللي حط له كمية الزطلة. تفضل قدامي. سمورة أمانك زيد أحلم بيانا ثماش ما نخرج بالحبس وناخذك. لطفي جاي لطفي جاي والرب عليك. يجي نهار ونتقابل سي لطفي. باهي كي نتقابل تبدأ أنت مقوس. إقامة طيبة. باهي